هل تحسم قضية الأجور على طاولة مجلس الوزراء بعد ظهر الاثنين أم أننا سنكون على عتبة أزمة جديدة؟ سؤال يدور في ذهن العمال قبل أرباب العمل في لبنان الذين ملوا الانتظار. في الأسبوع الماضي بدت الجهود السياسية منصبة لاحتواء الأزمة وإعادة تعويم اتفاق بعبد الرضائي بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية التي ما زالت متمسكة بهذا الاتفاق حتى النهاية. واجب ومسؤولية وزارة العمل كوزارة وصاية على موضوع الأجور، وحقها أيضا أنه تطلع بالتوصية بتلاقيها مناسبة لما كان مجلس الوزراء، إنما بالوقت ذاته كونها سلطة رعاية أنا رح سميها، هي عليها أنه تلاقي القواسم المشتركة بين شركاء الإنتاج. ونحن سبق أنه كهيئات اقتصادية وكاتحاد عمالي عام لقينا المساحة المشتركة اللي بتجمعنا. هلأ من هون بكرة بمجلس الوزراء إذا كان التصويت على أساس اقتصادي اجتماعي بنكون أنقذنا الموقف وأنقذنا البلد. أما إذا لا سمح الله بعد مرة الاعتبارات السياسية بدأت تتغلب، لا سمح الله نحن ممكن أنه نورط البلد بأزمة اقتصادية اجتماعية كلنا بغنى عنها وبيتحمل مسؤوليتها اللي دفعنا دفعاً باتجاهها. الاتحاد العمالي العام الرافض سياسة التمييع كما أسماها في ملف تصحيح الأجور أكد استمرار الدعم للاتفاق الرضائي الذي وقعه مع أرباب العمل، وإلا يعني إلا إذا اعتمد معالي وزير العمل رأي الاتحاد العمالي العام بالأساس، خاصة وأنه هو تبنى موقف الاتحاد العمالي العام لجهة اعتماد سنة 1996 هي سنة أساس وزيادة غلاء معيشي حتى 2011 لتموز 2011 واللي بلغت 100%، يعني غلاء معيشي مع التضخم بلغ 100%. ساعتها إذا قدر جابه من مجلس وزراء بكرة وأنا على الهيئات الاقتصادية نحن مقتنعين. ما بدي أنا استبق الأمور، بس بدي أقول أنه اليوم صار فيه هيك زخم هائل بيدعم الاتفاقية اللي مضيناها، وصار فيه توافق سياسي كبير حول منها، فإن شاء الله لغة العقل هي تطغى على كل باقي الاعتبارات وتبصر النور مشان نخرج ملف الأجور من عنق الزجاجة اللي عم يتخبط فيه. هيئة التنسيق النقابية بدت في هذا الملف مغردة في سرب آخر، إذ تعتبر أن الاتفاق الرضائي بين أرباب العمل والعمال غير قانوني، وفي حال إقراره في مجلس الوزراء الاثنين سيرفض حتما من مجلس شورى الدولة على حد قولها. ملاحظاتنا هي التالية: أولا، موضوع بدل النقل موجود بالاتفاق الرضائي وهذا ما بيمرق بمجلس الشورى الدولي. الملاحظة الثانية أنه هناك مبالغ مقطوعة بالاتفاق الرضائي 200,000 50,000 50,000، كمان مجلس الشورى الدولي ما بيقبل بالمبالغ المقطوعة، لازم يحطوا نسب مئوية. ستنا أنا عم أقول لك هيدا تشيك بدون رصيد. طيب بدهم يجربوا يجربوا جربوا 4 شهور، جربوا شهر خامس، ما بقى فيها الناس تحمل هذه المماطلة والتسويق، وكأنه مقصود إضاعة الوقت. وزير العمل شرب النحاس المعني الأول بكل هذه السجلات لم يجب على اتصالاتنا طوال النهار، وفي الانتظار كل شيء يؤكد وجود معضلة مزمنة تتطلب معجزة في مجلس وزراء لكي ترضي جميع المعنيين بملف الأجور.